السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم إن شاء الله غادي نكملو لو كور ديالنا ديال لي سيركوي لوجيك، وفي هاد لا فيديو إن شاء الله غادي ندوزو لابارتي ديال لي كونفيرسيون وديما سيستيم نيميغاسيون. كنا شفنا ديجا لوبجيكتيف، يعني نمسحو هادشي، شفنا واحد التيت انتروديكسيون، وشفنا نديرو لي سيستيم، نحيدو باش نستغلو لسباس لي سيستيم. كنا درنا واحد البتي ريزوم هادشي لي كاين. لهاد الساعة دابا ندوزو لي كونفيرسيون. لي كونفيرسيون هما هادو، غادي نشوفو دابا لا كونفيرسيون، لا كونفيرسيون دوين باز اكس على باز ديسيمال 10. هاد لا كونفيرسيون هي ساهلة لحقاش، يعني كنديرو لو ديفلوبمون دو اون بولينوم اولا لا فورم بولينوميال، و كنجمعو لا صوم، يعني هادشي اللي كندير. نشوفو دي زيكزومبل، عندنا مثلا ان زيرو ان، قلت بلا ما نضيعو الوقت مبقاش نصغر ديك دو، فهموا يعني خارج الاقواس، يعني راها لا باز. بغينا مثلا، يعني ماشي مثلا، لان قلنا هنا كنهضرو على باز ديس، يعني غنحولوها لا باز ديس، يعني ماشي مثلا، يعني قلنا شنو كنديرو، قلنا نحولوها من لا باز دو، المهم حنا من اي باز اكس لديس، شنو كنديرو، نديرو واحد فوا دو، باش بلا باز خدام بلا باز بينير، يعني غنخدمو الخوت بلا باز بينير، ا لا بويسونس تخوا، بليس. Un fois deux à la puissance deux plus zéro. Mon qui n'a pas de dire que zéro, alors qu'il n'arrive pas à se familiariser au mode radier deux à la puissance un plus un fois deux à la puissance 0 تساوي، اجي تحسب 1 فوا 2 ا بويسونس 3، 2 ا بويسونس 3 هي 8، زائد 1 فوا 2 ا بويسونس 2 هي 4، 2 ا بويسونس 2 هي 4 فوا 1، زائد اخرى ما نحتاجش نحسبها، 0 باينه، 0 في اي عدد راه 0، 1 فوا 2 ا بويسونس 0، 2 ا بويسونس 0 هي 1 هي بلس 1، شحال كتساوي ليا هادي؟ 8 زائد 4 هي 12 زائد 1 هي 13. خوت نديرو واحد القضية باش نتأكدو، يعني غير باش نأكد لكم انا متأكد بأن النتيجة صحيحة 100%، ندير لانسيرسيو ديال واحد طابلو باش نشرح لكم. هنا نديرو ديسيمال، وهنا نديرو لاباز بينيغ، هانتوما 1 2 3 4 5 6 7 شوف حتى 13 7 هانتوما 8 9 10 11 12 13 زيد 14 ماشي مشكل، كما انها كاينه كاينه. المهم خوت راه ما بديناش من الزيرو، هنا نبداو من الواحد، نديرو هكا 4 ديال باش تبان لينا، هنا نديرو 10، هنا غادي نديرو 11، من بعد 11 تتكون 100، 101 110 711. دابا ندوزو ل 1000، 1001 يعني ساهل داكشي، يعني 1010 يعني بحال كتبدا من الزيرو عاوتاني، 1011 1100 1101 هنا 1110، وديما الكنز اللي هي كاع نقدرو نديروها اللي هي الاف
فالهكساديسيمال كتكون ربع هاد الوحدات. هانتوما الخط 13 شحال عندنا؟ هي 11 0 1. شحال خرجت لنا؟ 11 0 1 في لاباز هي 13، يعني راه داكشي ديالنا راه صحيح. يعني اي باز الديسيمال سهله. ندوزو نشوفو، نخليو هاد الطابلو ماشي مشكل. نشوفو واحد لوتر ان اوتر اكزامبل، نشوفو مثلا واحد مثلا 7، واحد 4 ماشي مشكل. لا باز 6 شحال كتساوي لنا؟ عندنا قلنا واحد فوا 6 ا لا بويسونس 2 بليس ا قلنا هي 10، وانتو مرخوص ا راهي 10. ممكن نزيدو هنايا واحد بلاتي نديرو طابلو انسيرسيون دن كولون. انتوما ممكن نزيدو هنا ليكزا دي سيمال. بدينا من واحدة، بدات من واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، قلنا كلشي بحال حتى نوصلو لعشرة. تولي عندنا ا بي سي دي او اف. هاد الطابلو ممكن ديما تستعن بيه، تكتبو قدامك باش متلفش. كما كتشوفوا ا هي 10 ديسيمال، يعني نجيو هنا ونديروا القيمه ديالها هي 10 فوا 16 على بوسونس 1 بلس 7. نورمالمون هاد لو نومبر الاخر راه ممكن تكتبوه هو هو، لان ديما كتضرب بديك لاباز اوس 0، ديما كتضرب في لاباز اوس 0. لكن انا غير باش تفهموا فوا واش اش كنديروا، نورمالمون كتحطوا ديريكت 16 على بويسونس 0. ونجيو دابا نحسبو 16 على بويسونس 2. شوفو كالكولاتريس كالكولاتر هي كالكولاتريس 16 هي 256 256 باردون بلس. هنا عندنا 10 16 بويسونس واحد هي 160 باينة بلس، لأن هاديك ديما تتحدى الرقم كيما هو 7. هنا عندنا هاد لو نومبر زائد 160 زائد 7 هي 423، يعني هادي تساوي لنا 423 في لاباز 10. يعني هادشي اللي كاين. ويلا فيك ما تكتب واحد الطابلو تال 423 راك غادي تتاكد، غادي تتاكد بان الكلام ديالي فري. ممكن الا درنا غير هكا مثلا، يعني غادي تبدل لينا شويه الحساب. هنا تولي على بويسونس ندير شي حاجه صغيره باش تبان. هنا على بويسونس 0 وهذه ما عندناش، يعني الحساب هنا غادي يتبدل. يعني واحد فوا 16 هي 16 زائد قلنا 10 في اي الاخر ديما كنحطو هو هو، تساوي لنا هي 26. خوت باش نتاكدو نزيدو في الطابلو وصلت 26 ماشي مشكل. حنا كنشرح ليكم كنشرح ليكم يكون الشرح زوين. هنا شحال قلنا؟ 16 17 18 19 20 21 شحال قلنا تما؟ عندنا وصلنا في 26 مازال، يعني نحتاج 22 23 24 25 26. يعني بالنسبة له هو سايز هي، يعني بحال كيرجع هي 10 ديالو. سو يعني غيولي هنا 10 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 يعني فاش يوصل ل 19 شنو غادي يكتب لينا؟ غادي يكتب شنو 20، انه بالنسبه له ها واحد بقى، ولكن 9 تولي 10. شنو هي 10؟ هي هي واحد ا. نشوف واش داكشي اللي كان عندنا واحد ا هي بالنسبه لنا 26، يعني البروغرام ديالنا صحيح. المهم هادشي اللي كاين، يعني اي باز ما باش يكونش الفيديو طويل، ممكن انا اعطيكم دي زيكزيرسيس سي ميو، يعني حاولوا تخدموهم. و لا فيديو الجايه ان شاء الله نبداو نلوح لكم غير التصحيح، اولا نديرو التصحيح كامل اللي بغيتو، غتخدموا ليا ديرو اي دي زيكزيرسيس، غتخدموا ليا خوت، نخدموهم ان شاء الله مجموعين كاع في لا فيديو الجايه. مالنا شنو خاسرين؟ لا باز 6، يعني ديما اتحول ليا لا باز ديسيمال، يعني بلا ما نحتاج نكتب لكم لين. 45 فاصله، المهم انا درت لكم الفاصله باش ترجعوا لذاك الشيء في لا باز 8. وخدموا لي هادي واحد ا بي سي لا باز ا بي سي لا باز 6، هادو كاملين اتحولوهم الديسيمال، يعني لا باز 10. ان شاء الله لا فيديو الجايه نبداو بهم هما الاولين، يعني ومزيان نيت من درت لكم هاد القضيه ديال الفيغول، راه ديجا هضرنا عليها في الشرح، يعني متوش ليا صعيبه ولا هادي، يعني راه سهله مي برينسيپ كدا ديك القضيه ديال المواه. والى هنا الخوت، بلا ما نطولوا الفيديو بزاف، تقريبا 12 دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.